السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم خالد المالكي، مدونة خالد المالكي. طبعا مثل ما احنا شايفين في الصورة اليوم الشرح كيف انكم تحملون مقطع من اليوتيوب وتحفظونه مع او في مجلد الصور اللي عندك هنا، او يكون داخل البرنامج بحيث انك تتصفح بدون انترنت متى ما بغيت. طبعا نبدأ عفوا نفتح الابل ستور، نكتب اسم البرنامج الباور داونلودر، وتشوفونه الباور داونلودر، طبعا برنامج مجاني. بعد ما تثبتونه نروح للبرنامج نفسه، نفتح البرنامج. هذه الصفحة الرئيسية للبرنامج، نغير الرابط، نكتب اليوتيوب، طيب اوكي، نكتب هنا السيرش اي مقطع نبغى، مثلا مضحك، طيب مثلا نبغى الباكستاني هذا، او نشوف اي مقطع ثاني. مثلا ناخذ هذا المقطع، طيب اوكي، هذا اوريدي فتح لنا موقع اليوتيوب، يعني البرنامج عبارة عن متصفح. نضغط على الرابط العلوي ونضغط على الاكس اللي هو نمسح الرابط، ونضغط الفند دي ال، فند دي ال تضغطه راح يجيك زي كذا. اوكي، بعد كذا تختار الصح من اليسار وتضغط على زر الداونلودر، راح تشوفه هنا في أيقونة داونلودر جاك واحد جالس يحمل، ننتظره ينتهي. اوكي انتهى من التحميل. طيب الحين اقدر اني اتفرج عليه عادي بدون انترنت، وراح اثبت ذلك اني بروح الحين بفصل الانترنت، اوكي، وبرجع بفتحه. شوف بدون انترنت تتفرج على المقطع عادي، يعني ما عندك اي مشكلة، ما يحتاج انترنت، يعني بما انك كنت خارج البيت او ناوي تتفرج المقاطع بعدين. طيب الطريقة الاهم، بدل ما احط المقطع هنا الحالة في البرنامج كذا، ابغاه يكون مع الصور في المجلد الرئيسي، نضغط على الصح هنا والقائمة، أو عفوا اليسار، تضغط، ما يحتاج الصح، تضغط على نفس الفيديو من هنا، بعدين البني القائمة وتسوي سيف تو كاميرا رول. اوكي نروح الحين، راح نحصل البرنامج هنا، المقطع هنا تشوفونه مع ألبوم الصور، يعني بدل ما يكون البرنامج الحالة. حبيت أفيدكم، وأتمنى الشرح يكون سهل، وأرجو من الله ثم منكم أنكم ما تستخدمون البرنامج في شيء ما يرضي الله. وبس، تقبلوا تحياتي، أخوكم خالد المالكي، مدونة خالد المالكي.